وليد زيدان 39 سنة، بشتغل في الحلاقة من 15 سنة. موضوع النهاردة على الفرد بالنار، ده كريم فرد بيفرد الشعر، عبارة عن مادة كريم فرد فيها مادة عازلة عن النار، بنوزعها على الشعر كله وبنبدأ نولع لها قطعة قطن بسبرتو وبنبدأ نسيحها على الشعر كله لحد ما نخلي الكريم يسيح ويشربوا فروه الراس والشعرايه. فبيدي ده فرد لفتره اطول للزبون اللي بيعمله، وبيضيع القشره من الشعر، بيحرق الشعر المقصف، وبيدي لمعه وبيدوم فتره اطول للي بيعمله. يعني انا بتحب اشوف اي حاجه جديده في المهنه بتاعتنا، فقعدت ابحث عن الماده دي موجوده فين لحد ما عرفت اجيبها، وبدات اشتغل بيها هنا في الصالون. اول ما بدات الفكره جربت في واحد صاحبي، كان خايف طبعا في الاول ومش عايز يعملها. المهم اقنعته وقلت له مفيش خطوره وعملتها له. فبعد ما حطيت له كريم والنار على شعره ما حسش باي حاجه، بدا يطمن. وبعد ما غسلنا شعره وشاف شعره ولقى النتيجه عجبته، فاقتنع جدا وبدا يقول كمان لاصحابه. طبعا اول مره امسك النار واحطها على شعر حد برده كنت عندي رهبه منها، خايف لا الشعر يتحرق، بس فوجئت ان هو مفيش اي ضرر ليه، لقيت الموضوع كويس جدا ومفيش اي خطوره. لما بيجي لي حد عايز بيحلق دقنه وشعره وهو اصلا بيفرد، ببدأ أقول له على الفرد بالنار. طبعا أنا بقتناشي وبيخاف، فأنا كنت صورت صاحبي بالموبايل وأنا بفرد له شعره بالنار، فبدأ أول مرة خالص بدأت أفرجه على الفيديو، فبدأ هو يحس إن اللي قاعد ده ما بيتحركش ومش خايف، لأنه لو هو كان حاسس بالنار أو بأي خطورة كان مش هيقعد للنار، فبدأ بيقتنع بالفيديو اللي أنا كنت مصوره له. فهي مرحلة إقناع فعلا في إن أنا أقنع الزبون إن هو يحط النار على شعره. عندنا منافسة إن إحنا نخلي الزبون يقتنع بيها وإن إحنا بنبدأ نقنعه. وبعدين لما واحد بيعملها بيقول لصاحبه، فصاحبه مبيبقاش مصدق فبيجي بيحاول يجربها، فلما بيحس ان هو مفيش اي خطوره على شعره برضه بيقول لغيره، فهتنتشر. عشان كده ان شاء الله كريم الفرد واي قطعه من الاستانلس او الخشب بنلف عليها قطن طبي وبنبدا نغرقه بسبرتو ابيض او سبرتو احمر وبنبدا نولع فيه عشان نفضل محافظين على الشعله لفتره اطول. والله هو كل شيء وارد، بس احنا الحمد لله ما فيش اي خطوره ولا في اي نسبه الحمد لله حصل. لان كريم الفرد اصلا هو فيه ماده عازله عن النار، زي ما حضرتك شفتي الفرد بقى على الشعر والنار فوق الشعر، ولا الشعر بيحصل له حاجه ولا الزبون بيحس بحاجه. الفرد ده بيدوم اطول مع الشخص اللي بيفرده. الشباب هنا بتفرد شعرها بالفرد العادي، بيقعد معاهم من اسبوع لاثنين، بيبدا شعره تاني يموج، بيرجع عايز يعيد فرده تاني، ده بيقعد معاه من شهر ونص لشهرين. وبخلاف ان هو بيحرق له الشعر المقصف، ولو عنده قشره بيضيعها له، وبيديله مظهر والشعر بيفضل لامع لفتره كبيره، بيرجع له شعره الحبيب تاني ان هو ممكن يطول. وانت بتحط النار وهو بيعمل كده؟ النار بتشيل الشعرات التالفه اللي هي الخفيفه جدا، بترجعها لوضعها الطبيعي. زمان حضرتك كان يقول لك لو شعرك عايز يطول قص اطرافه، النار بتقوم بقى بحرق اطرافه تخلي الشعر يطول. فعلا بيأثر بقى على نمو الشعر؟ لا 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 لا، بيطول زي ما هو عادي جدا. الناس بقى المنطقه اللي انت فيها رد فعلها ايه؟ على بيستغربوا طبعا في الاول من توليقه من وجود النار فوق الشعر، لان طبعا معروف ان النار لو وصلت للشعر بيتحرق في ثانيه، فبيوقفوا بيبصوا ايه اللي بيحصل. فبعد كده بيلاقوا الشعر طالع طبيعي، فطبعا بيستغربوا لان هي فكره جديده. في بعد الموضوع ما انتشر في ناس بتكلمنا من بره المنطقه هنا عايزين يعرفوا، وبيجوا في ناس جت من المعادي. رد فعل الشباب طبعا بيبقوا مبسوطين جدا، وحضرتك كان في ناس لسه عامله في المحل، ممكن حضرتك تاخدي رد فعلهم برضه، بيحس ان في طبعا تحسن لشعره احسن من الاول. ان كان بيعاني من موجه مش عارف يسرح شعره، دي بتضيع له الموجه نهائي من شعره، بتخليه يقدر يعمل اي تسريحه هو عايزها. بتستخدم حاجه بعد ما بتولع في شعره؟ ايه المواد اللي بنغسله بحمام الكريم؟ بس دايما بننصحه ما يغسلوش بشامبو لان في مواد كيماويه ممكن تخلي مده الفرد تقل معاه، انما حمام الكريم او البلسم بيخلي شعره يفضل فتره اطول محافظ عليه زي ما هو كده.